وسط زحمة الناس اللي رايحة شغلها واللي ماشيين سرحانين والعربيات اللي رايحة جاية في وسط البلد، في عمارة تاريخها يمكن يكون مجهول بالنسبة لناس كتير جدا، على الرغم من انها كانت تعتبر من اشهر العمارات في القاهرة واضخمها، هي عمارة الايموبيليا او عمارة الموبيليا زي ما اطلق عليها في الفترة الحالية. العمارة دي يرجع تاريخ انشائها لسنة 1938، وتم بنائها فعلا سنة 1940. العمارة كانت عبارة عن برجين على شكل حرف يو، وكل برج كان بيحوي 13 دور. كمان كل برج كان ليه 3 مداخل، واحد للسكان وكانوا بيسموه البريمو، واثنين للخدم وكان اسمهم السكوندو، وكل مدخل من دول كان ليه 3 اسانسيرات و3 سلالم طوارئ. وبكده يكون عدد الاسانسيرات في العمارة دي بس 27 اسانسير، وده كان غريب جدا انه يتم تشييد 27 اسانسير في مبنى متكامل واحد. العمارة مكانها عند نقطة التقاء شارعين مهمين جدا، وهم شارع شريف وشارع قصر النيل، صممها 2 مهندسين وهم ماكس وجاستن. وللعلم العمارة كانت ضمن ممتلكات المليونير المصري أحمد باشا عبود، أغنى أغنياء مصر في الوقت ده، واللي امتلك 50% من العمارة، أما الباقي فكان من نصيب إسماعيل باشا صدقي وحسين باشا السري وألفونس ألفي وزهير جراني واليهودي الخواجة نصيري. العمارة عاش فيها فنانين كتير زي ليلى مراد وأنور وجدي ونجيب الريحاني ومحمد فوزي والمليجي والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وغيرهم كتير جدا، وده طبعا غير زيارات الملك فاروق للعمارة واللي كان بيقال إنها كانت للفنانة كاميليا، ولكن دي معلومة غير مؤكدة. من الحاجات اللي ممكن نقول انها كانت كويسة في العمارة او غريبة على حد علمي انا، ان كان في نظام تدفئة في العمارة، نظام تدفئة خاص بالعمارة بس، كانوا بيحطوا نفايات الشقق في مواسير ضخمة بتوصل للبدروم بتاع العمارة، وبعدين تتحرق وتمد الشقق كلها بوسائل تدفئة من خلال مواسير تانية. طبعا الموضوع ده كان غريب وقتها، لان تقريبا مفيش لا عمارة قبل العمارة دي ولا بعدها تم فيها حوار التدفئة ده، على حد علمي طبعا. العمارة من كتر مميزاتها المتنوعة جذبت الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب انه يأجر مكتبه في العمارة دي. طبعا لما سمع عن صلابتها ومتانتها، وهو كان حريص جدا انه يتأكد من متانتها، وده طبعا لخوفه الدائم من الزلازل. ولكن العمارة كان ليها رونق خاص ومتانة خاصة كانت تبان على الهيئة العامة بتاعتها من بره، فده اللي شده ان هو ياخد المكتب بتاعه فيها. ومن القصص المشهورة جدا في العمارة هي إسلام الفنانة الكبيرة ليلى مراد. ليلى مراد اتجوزت من أنور وجدي سنة 1945 بعد ما تعاونوا مع بعض في فيلم جمعهم هما الاثنين، وهو كان فيلم ليلى بنت الفقراء، وكانت العمارة هي عش الزوجية اللي جمعهم مع بعض. أعلنت ليلى مراد لأنور وجدي رغبتها في إشهار إسلامها، وده كان سنة 1946. لكن هنا كان في حاجة غريبة جدا حصلت كان لازم أحكيها. ليلى مراد في الشهور الأولى اللي سكنت فيها عمارة الإيموبيليا كانت بتشتكي بشكل مستمر لأنور وجدي عن إن هي ما بقتش قادرة تنام بسبب صوت الأذان اللي في الجامع المجاور، كان مسبب لها إزعاج واضطراب كبير، فكانت بتشتكي لأنور وجدي كتير جدا، لحد ما في يوم ليلى مراد دخلت على أنور وجدي وكان نايم وصحته، وهي بتقول له إن هي عايزة تعلن إسلامها للعالم وتشهر إسلامها. طبعا من غرابة الموقف أنور وجدي قال لها بعجرفة كده إن هي تنطق الشهادتين، ورجع لنومه تاني. قعدت تنادي عليه وتأكد على كلامها، وإن صوت الأذان بالنسبة لها بقى بيطرب أذانها، ما بقاش بيزعجها ولا حاجة، وقالت إن هي عايزة تشهر إسلامها بالفعل. وفعلا راحت لمشيخة الأزهر وأعلنت إسلامها، وأقامت مائدة رحمن كبيرة جدا بعرض شارع شريف قدام عمارة الإيموبيليا، وشهدت وقتها فرحة كتير من العابرين وأصحاب السيارات وجمعت أصدقائهم من الوسط الفني والإذاعي. أنا عايز أمثل معاكي قبل ما أموت. الجملة دي قالها الفنان الراحل نجيب الريحاني لجارته الفنانة ليلى مراد. كانوا ساعتها طالعين مع بعض في نفس الاسانسير في عمارة الإيموبيليا. ليلى مراد اتأثرت جدا بالجملة، مما جعلها انها تنقل الجملة دي بالنص لزوجها أنور وجدي، وبسبب الجملة دي تم إنتاج عمل سينمائي خالد لحد دلوقتي هو فيلم غزل البنات، كان حوار نجيب الريحاني وقصة وسيناريو أنور وجدي ومن إخراج أنور وجدي. وتيجي المفارقة القدرية في لمح البصر. نجيب الريحاني توفى بالفعل بعد تصويره للفيلم اثر اصابته بمرض التيفود في يوم 8 يونيو سنة 1949، والقدر حتى ما امهلوش الوقت انه يشوف الفيلم في اول عرض في السينمات يوم 22 سبتمبر سنة 1949. الحدث ده حصل سنة 2012، جريمة قتل غامضة بعمارة الإيموبيليا. في واحد أجر شقة من سمسار يوم 5 يناير سنة 2012 لمدة 4 أيام.
في اليوم الثالث من الاربع ايام دول الشخص ده طلب من السمسار انه يجيب له بنت يقضي معاها وقت ممتع، ليله حمراء يعني. ووافق السمسار وجاب له بنت اسمها ناهد. لكن السمسار وناهد طلبوا مبلغ كبير وحصلت مشكله ما بينهم هما الثلاثه. ناهد صرخت بعد ما الخناقه كبرت ما بينهم هما الثلاثه، فالشخص ده بدا يخنق فيها علشان يسكتها لحد ما ماتت. بعدها على طول حاول السمسار يهرب او يستغيث بسكان العماره او يستدعي الشرطه، لكن الشخص ده جري وراه لحد ما وصل له وخنقه هو كمان، وسحب جثته لاوضه النوم وحطها على كرسي جنب السرير وهرب. بعدها على طول تم ضبط المتهم واعترف بالواقع وارشد عن المسروقات اللي هو سرقها، وبحالته للنيابه قررت حبسه 4 ايام احتياطي على ذمه التحقيقات بتهمه القتل العمد. خلينا بقى نروح لاخر حاجه او اخر خبر نشر عن عماره الايموبيليا، وهو ان المخرج خالد الحجر وهو احد سكان عماره الايموبيليا بيحضر لفيلمه الجديد جريمه الايموبيليا، واللي بتدور احداثها في اطار مشوق، وقال انه متحمس جدا للعمل ده علشان هو عايز يصور فيلم بتدور احداثه على الاثاره والتشويق، بجانب رغبته في تصوير عمل سينمائي خالد اسم العماره العريقه الشهيره دي واللي تعد الاضخم في القاهره الكبرى زي ما قلنا. المخرج خالد الحجر قال ان العمل مش هيكون مستوحى من قصه حقيقيه، وقال على الرغم من انه ممكن يتضمن الفيلم اجزاء حقيقيه لكن في اجزاء كتير جدا هتبقى غير حقيقيه. يا ترى الفيلم هيتضمن ايه من الحكايه الحقيقيه اللي احنا حكيناها من شويه، وايه الحكايه اللي مش حقيقيه اللي هيحكيها الفيلم؟ ده كله هنعرفه لما يتم الاعلان عن الفيلم قريب جدا.